اليوم معنا الرقيم والمقراج، ما لا يعرفوه يخلق الجدل من أبسط الأشياء، وكنشوفوا بزاف ديال الحالات. اليوم غادي نتقربوا بزاف ديال الحوايج، الحالات اللي عالجهم والمشاكل اللي كيطرحوا في المجال ديال الرقية الشرعية والعديد من المواضيع. مرحبا بك الحاج العلوي. كيف العادة غادي نقول لك عرفنا براسك، واخا الحمد لله راه ديجا تصيف في منابر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تملأ بها خزائن السماوات والأرض نورا، وتجعلها لنا وللمؤمنين منات فرجا وسرورا، وعلى آله وصحبه أجمعين. أول حاجة أحيي جميع المغاربة وأحيي جميع المسلمين وأقول لهم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبركاته. ممكن راقي تسكت داك التليفون تطفيه من الأحسن؟ مول المقراج كاين واحد كومونتير دابا، مول المقراج زوينه، غادي نشوفو علاش بعدا كاين هذا الاسم ديال مول المقراج. اول حاجه المشينا اللي لقبت راسي لهذا الاسم، هذا المغاربه هما اللي لقبوني راقي مول المقراج، علاش؟ حيت حنا المهم حنايا شرفاء يعني من السلاله ديال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني السلاله ديال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون الانسان فيها الشرفاء او الاولياء، تتكون ديك السلاله يعني عندها واحد الميزه خاصه عن الناس، ما تتكونش كي بحال الناس. انا استاذ نشرب الماء سخون ما تنحرقش الدجاج، يعني واخا تنقيش كبد ما تنجرحش، هذه من الحاجات البسيطه عندي يعني عادي. فاش يعني ديك الايامات فاش بنت في المنابر الاعلاميه، وانا كيفاش الطريقه ديال الاشتغال ديالي بالماء سخون مع المقراج، وسموا عليا مول المقراج. واش انت كتحسب راسك بطل خارق ولا شنو؟ لا انا عبد ضعيف ذليل التمس الى رحمه ربي، وانا المغاربه هم اللي هما الاساسيه ديالي وانا هو التلميذ ديالهم. باش كتفسر لينا هاد كتشرب الماء طايب؟ هادشي اش نقول لك، هذه بركه الهيه الله سبحانه وتعالى. مثلا الى جينا واخا هذا بحار عاوتاني جينا ندخل ليه، الله سبحانه وتعالى يؤتي الحكمة لمن يشاء، ويقول لك لا زال في أمتي أولياء الله الصالحين إلى قيام الساعة، أولياء الله الصالحين والشرفاء والصالحين غادي يبقاو في يعني غادي يبقاو في هذا الشعب هذا إلى قيام الساعة، الحمد لله ما عمرهم غادي يتقاداو. واحد القوس غادي نفتحوه، قول لي، قال لك واحد الكومونتير ديال عبد الرحيم بوخيمة، قال لك شحال من حزب حافظ؟ قول لي يا استاذي انا حامل لكتاب الله اول حاجه، قول لي وعائلتي كلها فيها الشيوخ وفيها العلماء، يعني حاملين لكتاب الله، وتدرسوا الناس وتخرجوا على يديهم اساتذه كبار اللي هما حاليا تيقريو في الجامعات وكذا، يعني احنا العائله ديالنا تقريبا نقول لك واحد 98% 97% كاملين حاملين لكتاب الله، رغم انهم عندهم مناصب عليا الحمد لله في الدوله، العائله ديالي كامله كاينين عندهم مناصب يعني عليا، ولكن كاملين حنا عندنا كتاب الله حنايا عندنا في العائله ديالنا، واحد الحاجه اللي ملزومه ضروري خصها تكون عندنا. الرقم المقراش من بعد ما تشارتي بالفيديو ديال هند اللي كنتي ساعدتيها، كان خانها راجلها وكانت دارت الرقية عندك، والفيديو ديالها تقريبا تشاف على واحد الموقع التواصل الاجتماعي واحد النسبة اللي عالية كثيرة، وتعاطفوا مع الناس وقالوا قالوا على انها، قلتي انت بلي عندها العين وعندها الجن، شنو ممكن تعطينا على الحالة ديال هند داك الوقيتة، واش المغاربة بزاف لقيتي عندهم هاد المشاكل تصلوا بك زعما كاين الناس من بعد هادشي؟ من بعد داك الفيديو ديال هند الحمد لله تعاطفوا معها الناس، وتيسرت لها بزاف ديال الامور الحمد لله. المغاربه الحمد لله شعب جميل وشعب عطوف، يعني الحمد لله عن حيد شويه اللغه العربيه تعجبني نهضر بالدارجه، حتى من الاحسن حنا المشاهدين الكرام ديالنا كنعطيو بالدارجه، انا غير الشعبي يعني باش نهضروا بواحد اللغه، انا تنسمي اللغه العربيه هي مزيانه هي اللغه ديالنا، ولكن تنسمي انا لغه الخشبه، خصنا بمي انا ما قاريش خصنا نهضر بالدارجه. فعلا 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 فعلا، تفضل خذ راحتك. هند منين درنا لهذاك الفيديو ديالها
الحمد لله، وخاطبنا المغاربة الحمد لله، داروا معاها بزاف ديال الأشياء جزاهم الله خيرا، منهم ما رسل ليها الإعانات، منهم من كذا، الحمد لله دابا هي الحمد لله راه بخير وعلى خير. ومور داك الفيديو ديالها يعني فاش شاف الحمد لله اتصلوا يعني عدة ناس كاين عندهم بزاف المشاكل، وحنا شتي داك المشكل ديال الزوج تيطلق المرأة في الخيانة الزوجية، راه على الأقل على الأقل على الأقل المعالج الروحاني تيدوز عنك 16 حالة في النهار، يعني كي بحال هادي هادي على الأقل تدوز عنك 16 حالة في النهار، منهم تتكون تقريبا واحد 8 أو 10 في الديار الأوروبية أو من الإمارات من السعودية، يعني شي خطر تيكون ماشي نفس الجنس ديالنا كاع مغاربة، شي خطر تيكون واحد 6 7 عاوتاني ديال المغرب. نعم، الشق الثاني في هذا السؤال هذا، بعد ما حقق شهرة واش الرقي تغر؟ الرقي أستاذ دائما غادي يبقى متواضع، ودائما متواضع، وانا تنقولها للمغاربة أول حاجة، حنا العائلة ديالنا الحمد لله لاباس عليها، ماشي شي غانية غانية، المهم الحمد لله يعني لاباس عليها يعني بمعنى الكلمة، يعني ماشي محتاجين ولا كذا باش نصبوا على الناس أو كذا ندي ديال الناس ولا، أنا الحمد لله من النهار فاش عقلت على راسي الحمد لله، وحنا في السيارات الفارهة، وحنا في يعني لابسين مزيان على الوالد ديالنا الحمد لله، ما كان مخلينا يعني خصوصا حتى من حاجة، حنا الرقية هادي ماشي دايرها انا خدمة، راه الناس عارفيني الحمد لله راني خدام وبخير وعلى خير، يعني هادي دايرها تنساعد بها الناس، حنا تنتقاضاو واحد الاجر، ماشي ما تنتقاضاوش، يعني ماشي شي اجر شي حاجة، حنا الاجر اللي تيكون عندنا هو الاجر ديال الله سبحانه وتعالى، تنعاونو الناس وداك الاجر اللي تناخدو منها تنخلصو به ناس اللي خدامين معانا. نعم، فاش قتلت من هذا السؤال ديال الشهرة، من بعد الشهرة ضروري غادي يكون عندك انتقادات، وقريت انا بعض الكومنتيرات كيقولك على انك ساحر ودجال وكذلك، من كلمات كتأثر في الواحد، واش باش كتجاوب هاد الناس ولا باش كتفاعل معهم؟ إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا عسى أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، وهذاك فمهم هذاك، كون مثلا كون كان عندهم علم غادي نتجاوب معاهم، ولكن ما بدون علم ما غاديش، اذا خطبهم جاهلون قالوا سلامة، ما عرفش هو لا علم روحاني لا من جاء لا اي دليل، هو تيسمع في الزنقة وتتلقى تصلا ما مصليهاش، خلا واحد الفيديو هاد اليوم تيروش شتو، كان واحد سولوه قالوا ليه شحال في العشاء من ركعة، قال لهم 3، يعني واحد ما عارفش تصلا وغادي يخاطبك هو تيسمع داكشي قالو في الزنقة، دايزو راه خي ودنيه، قالو لي راه داك مشعوذ داكشي اللي كاين، لا قالها لي واحد السيد، شكون هاد السيد؟ لا راه قالها لي ابراهيم، شكون قالها ابراهيم؟ مول النعناع ولا مول السوسيط؟ خاص الانسان الا بغيت نهضر مع شي واحد خاص نهضر بالعلم، خاص نقول علاش دجال وعلاش كذا وعلاش كذا وكذا. انا سيدي سميني كيف ما بغيتي، انا الحمد لله اول حاجة معظم الحمد لله المغاربة عزيز عليهم، والحمد لله كبيرهم وصغيرهم، والحمد لله تنقضيو الناس الحاجات ديالهم والدعوات ديال الخير خير دليل، وانتم قبيلتو ملي جيتو عندي راك شتي الناس من تيكونوا خارجين شتيهم كي تيدعاو معايا، انتم راكم شتو خير دليل انه فاش يدعى معاك الانسان وعلى على 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 على, 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 على واحد الحاجة تقدات ليه انت سبب من الاسباب اللي سخرها ليه الله سبحانه وتعالى وتقدات ليه، فهذا فرح من الله، دعوة ديال الخير خير من كلمة ما تنسميها والو، انا ديك الكلمة لا شيء. واخا حنا ما جينا اليوم باش نعرفوا واش عمر شي حالة ما صدقاتش لك كنتي بغيتي تعالجها وما ساعدكش الحظ وما وفقكش الله انك ما تساعدهاش. استاذي الا قلت لك راه جميع الحالات تيتعالجوا، ربما نكذب ربما يقدر شي نهار شي حد ما تعالجش ربما، المهم انا ما تقلتش ليا تندخلوا الرقية، عمرني ما دخلت بالثلاثين ولا بالربعين، تيدخل عندي بواحد بواحد وتنعطيه الوقت ديالو الكافي، وما تنفوتش العدد الكبير في النهار، تندير واحد العدد اللي هو محدود باش داك الانسان حتى تيتعالج، ودائما تنتبع معاه حتى تنوصلو النسبة ديال العلاج ديال 100%، حيت ماشي انسان جا وخلصك او كذا صافي عاود لراسو كيف صافي الله يعاونو. وفي خبرك دابا انا اللي نقولك واحد القضيه، دابا عندي ولاو تيديروا الرقيه،
تيجي صافي تخبرك دابا ولاو الرقاد عندنا لي ملياردير ديال الرقاد ما عمرك سمعت ليها؟ لا ما سمعتهاش ما كرهناش حتى حنا نكونوا دي ملياردير. كانت شي طريقه قول لينا نفهموا باش يفهم المغربي شنو 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 الخطا اللي كيدير المغربي باش كيمشي عند راقي كيولي عند ملياردير. ولا والله الا انا نقول لك هاد واحد جوج في كازا اها حنا ما نسميوهمش انا تنعرفهم. الله اكبر أه. انا قلت الله اكبر كبيرة رحمه كثيره لي ملياردير ملياردير من رقية الا بغيتي تكون ملياردير او لا لاباس عليك او تتركب خصك تكون بشي حاجه ديالك شي عمل ديالك لي ملياردير بالرقية. شرح لنا اكثر كيفاش داروا ملياردير بالرقية زعما واش كيضحكوا على الناس ولا شنو؟ هما انا ما تنجبدهمش ولكن هما راه عارفين راسهم وحتى المغاربه راه عارفينهم راه قول تقريبا نقولوا واحد 40% الناس راه عاقوا بهم وفاقوا. تيمشيو لعندهم داخلين 30 واحد مابقاش هو كاع تيجلس هو ديال الكمركز بالكاتبات بكذا بالدنيا بالبروتوكولات بال الحوايج داكشي خدام داكشي بالبروتوكولات الخاويه وهذه 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 وهذه. المهم ولا تيجي تيدير خدامه معاه هو داير خدامه معاه اللي تيجي يقراو على الناس يدخلوك 30 بواحد ب 30 واحد تيقول لك راه فلان ما كاينش. كلينا تنشوف واحد كاع تيقول في ديك الخطره انا وميرا بغيتي تجوجي بيا شحال جبتي بيا في الصداق وشحال كذا. هادشي هادشي كيضحك شويه لا وانا ما جاتني هذيك اللي تجلس انت والمراه وتتقول انت ميرا وجيتي يومني نطفى الكاميرا ما نعرف شنو غيوقع. نعم كملوا من راسكم. ايوا هي هذه واحد انت وحده وتتقول لها لا بغيتي تجوجيني وتتهضر عطي واحد الطريقه ديال الهضره باش تهضروا ماشي ديال الرقيه ولا كذا وانت وبغيتي تجوجيني وشنو تعطيني بعدا في الصداقه اش هاد الهضره هذا اش هاد العفن هذا اش هاد الميكروب اش هاد الوسخ وهذا راه ما بقى والو. اش نعم كاين واحد الكومونتير هنا كيقول لك ما رايك بالفقهاء ديال سوس؟ الفقهاء ديال سوس رجال رجال ديال بصح رجال ديال بصح ما عندي ما نقول وعلماء منهم شيوخ تبارك الله ومنهم الحاج الحبيب الله يرحمه اللي مات هذاك العلامة تبارك الله هذاك راه لا إله إلا الله محمد رسول الله اللي تعترف به اللي تعترف به العالم تنالت هذاك راه تعترف به العالم هذا. نعم غادي نخلي لك الراقي كلمة أخيرة باش تقول لنا إن شاء الله ونختموا هذا البث المباشر. كلمة أخيرة تنشكر المغاربة كاملين وتنقول لهم تنقول لهم حاولوا تحلوا العقل ديالكم وحاولوا ما تبقاوش مخدوعين. الرقيه عطى الله الرقاه الحمد لله الصالحين وماشي الطالحين ماشي بقاتنا في المناظر الخداعه وفي القبعه ويدخلونا في واحد الزوباعه واحد الزوباعه اللي هي مربعه وتيدخلونا للقاعة وتيبداو يلعبوا علينا رباعة ويدوق المغرب هاد الهضرة اللي قلت ليهم يدوق والله يحفظكم ولا تيدخلونا للقاعة ويلعبوا علينا برباعة كذا من هنا 70000 ريال الحصة كذا 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 هذا المبلغ ولات كتوصل ليه الحصة ديال الرقية 70000 ريال الشريف هادشي قلت لك اصاحبي راه رق وملياردير من الرقية تبارك الله حيت ماشي تنقول لك ما قوسناش عليهم تبارك الله ما قوسناش عليه لا 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 انا ما قوسناش عليه لا ولكن رقاة نعرفهم انا ملياردير من حق من الوارث من كذا اللي تيخلي لنا بانا ولا اللي يمنا ولا كذا لك هو اللي تنسمي ديك انا تنقول لك ملياردير يعني جيتي ما تتكسبش ما عندكش 1000 فرانك وليتي تدير رقية وليتي ملياردير ملياردير هذا قصف كيتسمى قصف من الرقم والمقراش للرقاة ملياردير نعم. وعيق البريق عيق عيق. مشاهدينا الكرام غادي نختموا هذا البث المباشر في لقاء ان شاء الله في بث مباشر اخر ان شاء الله. شكرا على المتابعه والاصغاء.